أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. بكلمات جد مؤثرة لأب جزائري ينشر معدل ابنته الصغيرة رحمة الله عليها، والتي تحصلت على معدل 19.25 بتقدير امتياز في شهادة التعليم المتوسط. كتب قائلا هذا الأب: ألف ألف مبروك غاليتي، نجاحك في الجنة بنيتي. رحمة الله عليها، وألهمك الصبر والسلوان.